الأخيان مش يوافقوني. مادام فما الأمل فما حياة، ما نجموش نقولوا تونس باش تروح، لأنه ماهوش معقول. حتى واحد ما قالش. لا مثلا قلت لك بصفة عامة. رغم أنت قلتها. برشا ناس معناتها بالنسبة ليهم تونس كأني في الطيارة تو مروح راجع لتونس. نقول لا. هك تشوف أنت. الكوت ديفوار بي أورجانيزاتور ينهزم على ملعبه وأمام جمهوره بأربعة. كرة قدم فيها كل شيء صاحبي. صحيح. لا رياكسيون اللي صارت في الماتش الثاني ضد مالي غير الوجه اللي شفناه ضد ناميبيا. السؤال علاش؟ فما رياكسيون علاش نقول بعض الساعات مش كل شيء المدرب يا جماعه راهو. فما يو اون رياكسيون دي جوار. شوف الجرينتا اللي لعبوا بها ساعه ونص بصفه عامه ضد مالي غير الساعه ونص اللي عملوها ضد ناميبيا. تحس بالملاعبيه كانهم معناتها يا يدروش ابران ما يلزموش ياخذوا الماتش هذاك والظلم التونس بكل صراحه نهارتها كانت على الاقل تاخذ ثلاث نقاط نتاعها وكنا توا نحكيو على اخطاء تحكيميه كره قدم فيها الاخطاء التحكيميه لكن طالما فما ساعه ونص اخرى عندنا ثقه في ملاعبيتنا عندنا ثقه في الاداره تاع اتحاد الكره بتاع تونس بعد لا سمح الله ما نجحناش فما محاسبه اللي نطلب انا هالنهارين هذوما قبل الماتش نعاونوهم على اقل سور لو بلون بسيكولوجيك سور لو بلون مونتال راهم لاعبيه ومدرب واداره عايشين في الكوت ديفوار راهم على اعصابهم انا نحط روحي انا في بقعه ملاعبي ونسمع انا الشيء اللي صاير في تونس شو معناها على اعصابهم؟ بيان سور عباد تثبت صاحبي خلينا نتكلموا بكل منطق مازال تونس ما روحتش حتى لو روحت شويه هدوء شويه فما ناس باش تحاسب ناس انا نجيب نجي نحاسب انا وقتاش فما محاسبه في تونس هي باش نعملوا فما محاسبه في السنوات الاخيره في هذا المنتخب صحيح هذه الاخطاء اللي نطلب منك مانا تو خلنا عندي ماتش غدوه ساعه لا سمح الله اذا تونس ما ترشحتش هي خلاص هو فيها كل شيء معناها ما عادش عندنا كوره اخي توجه في الكلب اللي نحن لا خربنا لهم الكوره نحن اخي تو انتوما برك اللي تكلمتوا على شبيكم يا اخي خليه يتكلم عربي يا اخويا المشرف تهمزوا مرافقه هاي لا تبرع مجرم ماهوش معقول اخويا الشيء اللي نسمعوا فيه اخويا ماهوش معقول بس راوي هذايا راهو بلاتو تاع صحفيين ومتاع كرونيكور وواحد وكل توا ولكن شوف هذاك ساعة الراي العام سامحني في اطار النقاش صاحبي خلي اخويا خليتني انا نكمل ما كملتش سامحني سيدي لا خليك كمل كلام وبعد هل في استوديو هنا سابينا حد؟ ما نسبوا حد احنا. اما اذا فما عيب نقولوا عليه وما نظروش للزمان والمكان. شفت بعداش كيفاش يمشي لبعيد، انا نحكي على السبان. انا نحكي على السبان. وين ماشيين يا صاحبي؟ راهو ماهوش معاك 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 يا اخوي انا مش معقول هذا معاك سي رضا. كنت قلت لك انا نحب تروح انا جوا، نحب تروح انا جلال القادم. نسمع في امي تتسب من التوانسه. لا عيب اللي قاعد يتقاتل. يا رحم والديك. عيب عيب عيب. هاو وين نحب نوصل انا. عيب. ما نحكيش على الكريتيك. ما نحكيش عن كريتيك لكن بكل صراحه التنمر واهانة الراجل وجبنا عائلته عيب 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 ومرفوض مش نستسمحك اي ونخليك ما تخش عليه سي صالح لا مش بخص عليه مش بخص عليه شنو سامي لا في صالح ايه لا لا مانيش نعطيه فكره انا مش شو انا معك وننبذ السبان اما راهو يا سي رضا هذايا وقعنا الحقاني رانا عايشين الكره كلها سبان شكون نعطيك انت شوف الرؤساء الناس اللي تحط في ملياردوات قاعده تسب باهي كرتنا اللي غادي صاحي توا انت وحدك خويا صالح زدت عديتني حاجه يا خويا كي تسب راهي باش توصل تونس والنوادي ما عادش باش تلقاها رؤساء نوادي اليوم خلينا نعطيك حاجه تقول لي وين اليوم وين ماشيين اليوم لازمها تاخذ هذا اليوم كلمت سي صالح الثابتي قلت له استدعى سي علي الكعبي خلي يجينا مرحبا بيا سي علي الكعبي خلي يجي لا احنا ما عندناش مشكلة احنا ولاد تونس الكل مرحبا بأي عنصر من مكتب الجامعي سي صالح ما نجمش نقولوا العيد علي كعبي اعتذر لأنه يخدم في هذه المنظومة هنا نتسائل أنا علاش تعتذر احنا أعداء تونس أعداء المنتخب ولا أعداء الفيدراسيون احنا سامحني خلينا نكملها برأيي احنا أعداء سياسة المنظومة صحيح أما رانا نحترموا الأشخاص نحترموا علي كعبي ثلاثة أسابيع الكامل في الركن
نجوم في القلب، عملنا بورتري وتكريم لعلي الكعبي، لانه حتى واحد ما ينحي له حقه كنجم من نجوم كره القدم التونسيه كرجل اعطاه برشا للسيوتي، لاعب ورئيس ومدرب واعطاه للمنتخب الوطني. الور انا نتالم كي تقول لا، معناها تعتذر بطريقه او باخرى بتعلت عفوا راني مريض ما عادش نجم نكمل، وكان احنا اعداء للمنتخب الوطني. لا لا خلينا نكمل عايش، خلينا نكمل. أراهم ما تفهمونيش بالغلط. أي إنسان يحب الرياضة ويتبع الرياضة من حقه يا سيدي يعطيونا أفكار على المستقبل نتاع الكورة. تو خويا صالح قال لك احنا رانا هكايا تو هذه ثقافتنا والسبات. إي لا متى؟ إي والأفكار اللي والماشين. الأفكار اللي تحكي عليها يحط جلال القادري مدرب. وعاد تسب في جلال أنت. وشكون حطوا جلال؟ اللي حطوا ياخذ في 45 مليون جلال. علاش؟ خليني من يسايب عليك ياخذ في 45 مليون فلوس الشعب، مطالب الشعب من نتائج. شنو تقول للعباد؟ لا ما سبيناش ما سبيناش يا اسطى عليك، انا مانيش عليك انت. اي حتى هذا الشعب يا اسطى، هذا الشعب الشعب التونسي ما تنجمش تسكر فمه. يا الشعب التونسي يسب سماع في رضا في عقلك. لا خلينا نحط الامور في اطار، خلينا نتهدى الامور. فصل اشهاري ونرجو نوصلوا بقيه فقرات حسن.